السلام عليكم. رد فعلك ايه كراجل ان يوم فرحك للدخلة يعني لما تروح مع عروستك البيت تتفاجئ ان عروستك راجل زيك، راجل بمعنى الكلمة؟ هو ده اللي حضراتكم هتعرفوه معانا في قصة بقت متداولة حاليا في المحاكم المصرية، قصة غريبة وعجيبة حبينا ننقلها لحضراتكم عشان في النهاية تقولوا للعريس رد الفعل الصحيح ايه والعروسة تقولوا لها ايه في حلقة جديدة مع يونس محمد. زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة ان القصة دلوقتي منظورة امام المحكمة، بس قبل ما نوصل للمحكمة محتاجين نفهم التفاصيل، محتاجين نفهم بداية القصة. عشان كده هنقول الموضوع باختصار. المكان احد القرى التابعة لمدينة طنطا بمحافظة الغربية. الاحداث، الموضوع كله هيبتدي من عند العريس اللي هنفترض ان اسمه احمد، موظف لسه عنده 26 سنة، يدوبك خلص الجامعة بتاعته وتخرج وراح على الجيش، خلص الجيش اتعين في شركة قطاع خاص منها في قلب الشركة، اعجب بمنى، هو طبعا اسم فرضي، منى اللي كانت جميلة، منى اللي كانت دايما ظاهرة عليها علامات الانوثة مع الجمال مع الميك اب مع اللبس الحلو، هي فعلا جميلة، وطبعا مع الإضافة اللي هي محترمة وشاف فيها كل الحاجات اللي عايزها في عروسته. من هنا الشهور كانت عدت تقريبا 3-4 شهور، أحمد بقى حابب منى، راح اعترف لها بالحب ده وهي طبعا بدلته نفس الشعور، وكان لازم يروحوا للمرحلة التانية وهي الخطوبة، وفعلا أحمد خطبها وسط فرحة الأهل ومباركة الجميع. أحمد كان بيشوفها الصبح مع بعض هما الاتنين في الشغل، واخر اليوم بينزلوا عشان يجيبوا حاجات الجواز بتاعتهم، ما بين بقى توضيب الشقة ما بين العفش بتاعهم ما بين تفاصيل كتيرة، استمرت لمدة 3 سنين خطوبة. احمد بيقول خلال 3 سنين دول كان دايما بيشوف علامات الانوثة على عروسته، بس الموضوع ما تعداش اكتر من اللي هو دايما كان بيظهر لها، اللي مستني بفراغ الصبر او مش قادر يصبر على موضوع للدخلة، بس هي كانت دايما تقول له ربنا كاتب لنا الخير انا وانت، سيب الموضوع ده ما تقلقش، وكانت بتبادله نفس الشعور، ما فيش مانع اللي هو خلاص يعني احنا فاضل لنا ايام بسيطة ونتجوز، تقول له كلمة من هنا تقول له ده احنا ما عرفش هنعمل ايه. واحمد كان بيفرح جدا لحد ما جت ليلة الدخلة، بعد ما الفرح خلص والاهل ودعوهم وقفل باب الشقة، المفروض كل واحد فيهم بيخش يغير وبعدها بيصلوا ركعتين لله، وده اللي عملوهم الاتنين وابتدت ليلة الدخلة. طبعا مش هنوصف لحضراتكم اللي حصل، لكن خلونا نتخيل المشهد. عشان احمد بيقول في المحضر اللي عمله ان خلاص المفروض هو عريس مع عروسته، ولما كل واحد بيجهز لليلة الدخلة او الدخلة بمعنى اصح، اتفاجئ اللي قدامه ست من فوق وراجل من تحت. طب ازاي؟ زي ما بقول لحضراتكم، احمد اتفاجئ من اللي شافه، خد بعضه وجري من الشقة، معرفش يرجع للشقة مرة تانية، وتاني يوم رجع مع والده. وطبعا العروسة كانت حاولت تقوله تعالى هتكلم معاك هفهمك الموضوع، احمد كان رافض اي كلام معاها، لحد ما جه والده تاني يوم. والده ما اتكلمش مع العروسة، والده اتكلم مع ابو العروسة، عشان هندخل في ليفل اعلى، المفاجأة الحقيقية وعلى بلاطة. بنتي كانت عاملة عملية وهي صغيرة، عندها 13 سنة 14 سنة، تحول عملية اللي هي كانت المفترض او كانت عندها حاجات تدي اللي هي راجل ذكر، بس عملنا تدخل عشان كانت علامات الانوثة كلها باينة وموجودة ما عدا الجزء ده. الجزء ده هو كان السبب، فعشان كده الدكاترة عملوا عملية، والمفروض ان العملية ديت خلتها انثى، بس الموضوع مش زي الانثى الطبيعية، عشان كده احمد رافض الجواز، اللي خلاه يرفض اكتر واكتر ان هم ضحكوا عليه، اللي خلاه مش مصدق انت ازاي طول فترة التلات سنين اللي فاتوا عمرك ما ذكرتيلي حاجة زي دي. خدوا الكبيرة بقى، ان احمد لما اتكلم معاها اتفاجئ ان هي كانت مخبية ان هي في صعوبة في الحمل، يعني الموضوع كله غش في غش، عشان التقرير او بتوقيع الكشف الطبي عليها، وتقرير الطب الشرعي بيقول
آه، هي عملية التحول تمت بنجاح، لكن مش أنثى كاملة. ممكن يكون الشكل الظاهري في بعض الحاجات اللي تقول مش أنثى، أو بمجرد ما أنت تشوف كده الجزء، خلينا الجزء اللي تحت، بحاول أوضح لحضراتكم أكتر، في حاجة غريبة، في حاجة مش مظبوطة. واللي أكتر من ده كله إن مفيش أصلا رحم. حضراتكم متخيلين بقى الموضوع والقصة؟ طيب عايزين نحل الموضوع بما يرضي الله. خلاص انتوا ضحكتوا عليا. اتفاجئ ان رد فعل من اهل العروسة عايزين ياخدوا كل حاجة، ده حق بنتنا واحنا تعبنا وشقينا في العفش، وعايزين ياخدوا القايمة كاملة. يعني كان الراجل عايز خلاص اللي انا تعبته واللي انا حبيتها ما طلعتش ست، او ست بالنسبة لي مش مناسبة ليا، خليني نطلع من الموضوع بما يرضي الله. احمد عايز عشان انتوا غلطتوا فانتوا سيبولي الشقة زي ما هي عشان اقدر اتجوز واحدة جديدة، لكن اهل العروسة رافضين عايزين ياخدوا القايمة كاملة. طب نوصل لحتة في النص، خدوا اللي انتوا جبتوه وانا لا مش هناخد اي حاجة، احنا هناخد كل حاجة، لا اما هنرفع عليك قايمة منقولات. وده اللي خلى احمد يلجأ لمحكمة الاسرة في محافظة الغربية. بعد ما قلت لحضراتكم القصة بالكامل وعرفنا كواليسها وحاولت اوضح ليكم، دلوقتي عايزين نعكس الادوار. كل شاب وكل راجل شايفني دلوقتي، يا ترى لو انت مكان احمد تعمل ايه؟ ترضى بالامر الواقع وتقول خلاص وتقف جنبها، وخصوصا اللي هو بيحبها وهي كمان بتحبه، بس يا ترى حكاية اللي هي ما قالتش الحقيقة هتغفر ده عشان حبك ليها؟ وخلونا السؤال التاني هوجهه لكل بنت وكل ست شايفاني دلوقتي، لو حضرتك مكان العروسة وحبيت الشاب ده وتعلقت بيه، يا ترى هتخبي وتخفي السر ولا هتصرحيه من البداية وأمرك على الله؟ هنا احنا وصلنا لنهاية الحلقة، بس انا عايز حضراتكم تجاوبوني عشان فعلا هو حاجة غريبة ما حصلتش. اللي صدفتنا قبل كده ممكن يقول كانت حاطة مثلا سفنج، حاطة اي حاجة من البنات بتعمله، وكنا بنلاقي القصص دي، لكن القصة النوعية دي ما صادفناهاش قبل كده، وعشان كده مستني رأي حضراتكم في قصة النهاردة المنظورة امام المحاكم المصرية. وخلونا حاجة اخيرة، لو انت قاضي هتحكم بإيه؟ كنت معاكم في حلقة خاصة جدا ومختلفة بالنسبة لي من اللغز أو يونس محمد أو قصتك زي ما حضراتكم تسموها، لكن الأهم بالنسبة لي رأيكم في حلقة النهاردة. أشوفكم على خير، السلام عليكم.